السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله. أحسن الله عليكم. حكم قانون الدورات الرمضانية على النحو التالي: يدفع كل فريق مبلغا معينا، وتجمع كل النقود يعني وتوضع في المركز إدارة النادي، والفرقة اللي تكسب ليها راعي للنادي هو اللي يجيب لها الجوائز، ما تتمش من جوائز الفلوس الناس اللي هي دافعها. الفلوس دي ماذا يصنع بها؟ يعني تكون حق الملعب، والقائمين على النادي هم اللي ياخدوها. قائمين على ايه؟ قائمين على إدارة الدورة أو كده بياخدوها. يعني ليست للفائز. ليست الجوائز، لأ. مش عارف يعني، هي جائزة يعني، لكن ما الفائدة منها؟ تنفع لتقوية الشباب على الجهاد أو نحو ذلك، أو تقوية البدن؟ إذا كان كذلك ماشي، لا بأس. يقول الأكابيل هي أصوات بنعملها بالفم محاكاة للآلات الموسيقية، لا بأس بها يا أخت إسراء، لا بأس بها، لا نستطيع أن نقول إنها معازف. السلام عليكم.